بسم الله الرحمن الرحيم، مساء الخير للجميع واهلا وسهلا فيكم في هذه الندوة المهمة. الندوة عقدت بناء على صدور قرار عن وزير العمل. القرار يقضي بإحداث تصنيف جديد للصناعات والأنشطة الاقتصادية التي يجوز للعاملين فيها تأسيس نقابات تمثلهم، وهذا القرار صدر حديثا في سنة 2022. القرار صدر بموجب تعديل مهم وخطير بصراحة على قانون العمل سنة 2019، تناول المادة 98، وأتاح لوزير العمل القدرة على تصنيف هذه النشاطات المهنية بمعزل عن اللجنة الثلاثية التي كان ينص عليها في السابق قانون العمل قبل تعديله في 2019، حيث كانت اللجنة الثلاثية تمثل فيها أطراف المعادلة العمالية قاطبة، يعني العمال وأصحاب العمل والوزارة كانوا الأطراف الثلاثة يتخذون قراراتهم بالإجماع. وفي حال لم يتم التوافق على القرار بالإجماع يرفع القرار إلى الوزير، الوزير يرفعه إلى مجلس الوزراء. اليوم بعد تعديل قانون العمل في سنة 2019 منحت هذه الصلاحية الكبيرة والمهمة والخطيرة، والتي تتعلق بحق دستوري للمواطنين الأردنيين، لأن الدستور الأردني نص صراحة على حق الأردنيين في تكوين ما يشاؤون من نقابات ومن جمعيات ومن أحزاب، طالما أن نظمها لا تعارض الدستور الأردني وطالما أن وسائلها وغاياتها سلمية ومشروعة. للأسف يأتي اليوم هذا القرار ليصادر حقا دستوريا للعاملين في نقابات عمالية مختلفة، ويلزمهم ويضعهم في مسارات تحت مظلة نقابات أخرى يرى البعض بأنها غير منسجمة أساساً مع غاياتها وأهدافها، هذا من جهة، ويرى آخرون أنهم غير راغبين في مصادرة حريتهم واستقلاليتهم وإدراجهم ضمن إطار نقابات أخرى حتى وإن تشابهت في غاياتها وأهدافها مع النقابات العمالية التي كانت قائمة بالأساس. وبالتالي هنالك علامات استفهام دستورية على صحة هذه الفقرة بالأساس وصحة مناحية هذه الصلاحية لوزير العمل بعد أن كانت أكثر ديمقراطية بمنحها للجنة الثلاثية. أيضا هنالك أسئلة عمالية تثور حول مدى انسجام هذا القرار مع التصنيفات الدولية المعتمدة، مثلا التصنيف الصناعي الدولي الموحد لجميع الأنشطة الاقتصادية إلى أي مدى ينسجم معه أو لا ينسجم معه، وفي حال انسجم معه في بعض البنود فهل هذا يعكس الخصوصية الأردنية أم لا. أيضا هنالك دليل وطني صدر في 2020 لتصنيف الأنشطة الاقتصادية في الأردن، وإلى أي مدى ينسجم هذا القرار مع هذا الدليل الوطني هي أسئلة كلها تثار. والأهم والأخطر من ذلك، يستشعر العمال خطرا حقيقيا اليوم بدمج وزارة العمل مع وزارة التنمية الاجتماعية تحت مظلة واحدة، فهل هنالك تعارض مصالح ربما ما بين الوزارتين؟ هل تذويب وزارة العمل ضمن وزارة واحدة مع التنمية الاجتماعية سيختم العمال والقضية العمالية في البلد والتشغيل، سياسات التشغيل والعمالة وكل هذه القضايا، أم أنه على النقيض من ذلك سيضع عبئا مضاعفا على كاهل الوزير الذي يحمل اليوم بطيختين، كل بطيخة فيهم لحالها بدها يعني قصة كبيرة. فاليوم احنا موجودين لمناقشة هذا القرار، وسنبدأ اولا بالترحيب بالاستاذ المهندس عصام صمادي، جميعكم تعرفونه، هو رئيس اتحاد النقابات العمالية المستقلة، وهو شخص مناضل من اجل الحقوق العمالية وله باع طويل في النضال من اجل الحق في انشاء النقابات العمالية، وراح يبدأ يعطينا صورة سريعة أولا عن مسألة التطوير الإداري اللي صاير ودمج الوزارتين سويا، ثم وصولا إلى تعديل قانون العمل في 2019، وأخيرا القرار اللي صدر في 2022. تفضل أستاذ عزام. مساء الخير للجميع، مساء الخير، كل الشكر لحزب العمال، للدكتورة الأمين العام لحزب العمال وكل كوادر حزب العمال على هذه الاستضافة وعلى هاي الفسحة اللي المجال اللي نحكي فيه في قضايا مهمة بتهم كل الشان الأردني. يعني ابتداء حتى لو بغض النظر لو عملت التبديل، أولا بدي أصلح معلومة أنه للأسف الشديد قرار التحديث
لم يكن قرارا بدمج وزارة العمل مع الشؤون الاجتماعية، لكن القرار كان بتوزيع مهام وزارة العمل على 3 وزارات. راح اجي عليه بالتفصيل، اللي هو وزارة الصناعة والتجارة ووزارة الداخلية ووزارة التربية. انا اولا حتى نتحدث عن قرار التصنيف المهني او قرار 45 لسنة 22 اللي طلع في الجريدة الرسمية 1/8 هذا الشهر، وتحت في الجريدة الرسمية رقم 5808508. لابد من استعراض تاريخي كيف جاء التصنيف المهني في الأردن. هو جزء عملية التصنيف المهني لها علاقة بالحريات النقابية، وهذا التضييق جاء يعني شيء تاريخي في الأردن ولا زال مستمر. يعني أنا بدي أحكي شغلة. أولاً بالخمسينات القرن الماضي لما الدستور الأردني صدر في 52، على أثر في مادة 23 من الدستور تتحدثت عن حق العمل و يعني وحماية العمل، اللي هي في المادة 23 من الدستور، وجاءت الفقرة واو من الدستور تتحدث عن تنظيم نقابة حرة. على أثر هذه المادة بال 53 صدر قانون النقابات العمالية قانون النقابات رقم 35 لعام 1953. على أثر قانون النقابات العمالية، وراح أحكي ميزات الآن شو القانون، اللي هو سمح لكل 7 عمال سواء كانوا في المنشأة أو في المهنة الواحد اللي هم يشكلوا نقابة. هذا بالحكي بال 53. على أثر قانون النقابات 35 لعام 1953 اجتمعت 6 نقابات عمالية وشكلت الاتحاد العام لنقابات العمال الأردن. يعني الاتحاد العام لنقابات العمال الأردن في عام 1954 تشكل هذا الاتحاد. بعدها صارت النقابات تباعا تتشكل يعني بشكل، إلى أن وصلت يعني سواء في الخمسينات أو الستينيات رغم الأحكام العرفية بعام 1957، لكن النقابات العمالية كانت تتشكل وكان هناك في حرية لتشكيل هذه النقابات وكانت تمارس دورها بشكل يعني حر وديمقراطي، إلى أن وصلت بعام 1970 إلى حوالي 40 نقابة عمالية. لكن بعد أحداث أيلول عام 1970 صار في هناك ردة حقيقية، وبشكل كبير صار في تدخل حكومي فج بالنقابات العمالية. على أثر ذلك في محاولة لفرملة أو ضبط النقابات العمالية زي ما هو النقابات، صدر قرار من وزير العمل اللي هو قرار صدر في الجريدة الرسمية 10/1/1971 بالجريدة الرسمية رقم 2277. راح قلص النقابات العمالية من 40 نقابة إلى 24 نقابة بهذا الحكي في عام بتاريخ 10/1/1971. كانت وقتها، وراح أحكي هلا كمان شوي عن وزارة العمل اللي هي كانت وقتها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل. يعني هذيك الفترة كان اسمها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، راح دمجهم إلى 24 نقابة فقط اللي بحق لهم تشكيل نقابات. من بعض يعني بدي أتحدث، كان النقل البري، البناء، النقل الجوي كان منها جزء، منها كان الزراعة اللي انحرمت الآن من هذا، كان وزارة الأشغال، وكالة الغوث، كان هاي من النقابات اللي موجودة أصلاً واللي حاول الوزير وقتها يعني يحد فيها. بسنة 1976 صدر قرار آخر لوزير الشؤون الاجتماعية والعمل، لسه كانت باسمها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، لكن بال 76 تم فصلها. بعد هذا القرار تم فصلها إلى وزارتين، وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل. صدر قرار في عام 1976، هذا القرار صدر في الجريدة الرسمية اللي هي 2606 بتاريخ 10/2/1976، قرار بالتصنيف المهني استنادا لاحكام الماده 84 من قانون العمل رقم 21 ل 1960، وحدد النقابات العماليه ب 17 نقابه. ومنذ عام 1976 حتى هذه اللحظه نحن محكومين بوجود 17 نقابه عماليه فقط لا غير. لا يحق لاي قطاع عمالي او قوى عامله عندها رغبه بتشكيل نقابه عماليه الا ضمن ال 17 نقابه فقط لا غير. وبتروح حتى لو كنت يعني انا هسه شوي بس يعني
يعني احكي عن القرار، يعني ما عادش راح هذا القرار مش راح اخذه بعيد لانه اترك المجال لزملائي يعني يتحدثوا فيه كمان نفس هذا. هذا القرار راح تلاقي فيه العجب والعجاب حتى في التصنيف المهني تبعهم، يعني مش طبيعي. يعني سنة 76 تم تحويلها لوزارة العمل بعد ذلك، والتزمنا بال 17 نقابة عمالية. القرار صدر استنادا للفقرة د من المادة 98. طيب الفقرة د شو بتحكي في قانون العمل؟ أنا بدي أضرب أمثلة يعني يعني المادة الفقرة د 98 الفقرة د للوزير ومن خلال مسجل النقابات تصنيف الصناعات والأنشطة الاقتصادية التي يجوز فيها تأسيس نقابات وفقا لأحكام الفقرتين ألف وباء. طيب وفقا لأحكام الفقرتين ألف وباء من هذه المادة، طيب المادة ألف اللي شو بتتحدث؟ بتتحدد تؤسس النقابة من عدد من العاملين لا يقل عن 50 عاملا في الصناعة أو النشاط الاقتصادي الواحد أو الصناعات والأنشطة الاقتصادية المتماثلة أو المرتبطة بعضها بإنتاج واحد. طيب هلا لو بدنا نجيب أمثلة على التصنيف المهني تبعه اللي صدر بالجريدة الرسمية بتاريخ 1/8، يعني لو بدنا نحكي في نقابة مثلا المياه والزراعة اللي هي النقابة العامة للعاملين في المياه والزراعة والصناعات الغذائية. طيب شو اللي بيجمع خدمات المياه والمجاري مع العاملين مع تعبئة وحفظ وبيع الفواكه؟ يعني المياه والمجاري هذه نقابة واحدة ضمن المواد الغذائية، يعني في منطقة في عقل يعني بستوعب هاي الحالة. نفس الشيء لو قلنا رحنا على الخدمات العامة، نقابة العاملين في الخدمات العامة على سبيل المثال قبل ما نروح على الخدمات العامة. يعني دور التمثيل والسينما والمسارح والملاهي. طيب صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والبريد. طيب شو بيجمعهم مع المطاعم والمقاهي؟ شو بيجمع التكنولوجيا المعلومات مع الاتصالات؟ يعني في إشي المهم أنا كيف بدي أقيد حق الناس بتشكيل نقاباتهم؟ قاعد عملت هذا التصنيف المهني ورحت قوننت هذا التصنيف المهني في القانون ومنعت الناس من حقها في تشكيل نقاباتها بهذا الشكل. يعني نفس العملية حكوا معي هذيك المرة تبعين التطبيقات، هلأ إشي جديد للعاملين في النقل البري تبعين التطبيقين. حطوهم طيب وقلت لهم روحوا جربوا حطكوا لعل وعسى. حكوا مع رئيس النقابة قال لهم والله أنا ما بعرف عن القرار بس خليني أشوف، تعالوا نشوف شو نقدر نسويكو. يعني بقى طيب أنت بتحكي في مشكلة، قاعدين يوميا تبعين التطبيقات بيعملوا لك إضراب في البلد، وقاعدين بقول لك يا عمي شركات التطبيقات عم تستغلنا، شركات ما عرف ليش. طيب أنت بتحكي مش عارف عن إنه غايب فيلة عن الوضع هذا السائقين مثلا سائقين التطبيقات، في إشكالية ما في موضوع هذه تشكيل النقابات. انت معني بتحكي عن قوى عامله، بدك تحكي في بتحكي عن حوار اجتماعي. احنا مشكلتنا في الدول الاردنيه في الحوار الاجتماعي للاسف الشديد، وبالتالي هذا عندنا في مشكله، لا عندنا استقرار تشريعي ولا عندنا امن مجتمعي ولا، وقاعدين بنحكي انه يا عمي في لجنه ثلاثيه. طيب اللجنه الثلاثيه هسه بنحكي فيها شو مشكلتها؟ يعني بمعنى اخر في انك تروح تلغي في وزاره العمل على سبيل المثال بهذه الاشكاليه. للأسف الشديد أنا مش راح أطول على موضوع القرار لأنه راح أترك لزملائي في موضوع القرار. أنا بدي أحكي الآن أرد أنتقل بشكل مباشر، يعني معظم كثير في قضايا بتحدث في القرار التصنيف إشي يعني معيب، يعني حقيقة استمرارها بهذا الشكل إشي معيب. لا لا بدي احكي عن موضوع السؤال قبل ما تكمل، يعني انت متاكد انه ما حصل اي حوار بين الوزير وبين النقابات؟ ابدا لا القائمه ولا المستقل. والدليل على ذلك انا شفت محمود اللي انت حكيتي عنه موضوع الاسمنت، ما بعرفش مين نقابه الاسمنت نقابه مؤسسه من الاتحاد العام. نقابه الاسمنت او البناء عمليا انشئت نتيجة صناعة الاسمنت في الأردن بالخمسينات لما صار عندنا مصنع اسمنت وانشئت نقابة عمال البناء. طيب نقابة أسست على صناعة الاسمنت، نقابة مؤسسة للاتحاد العام، نقابة أنت بجرة قلم حولتها من نقابة للبناء إلى نقابة المناجم والتعمير، وتبين أنه القصة في مؤامرة على العاملين في لافارج.
بعشرة ثمانية اجتماع الدائنين مع المساهمين في لافارش راح وقع خالد زاهر على الاتفاق على خطة لافارش من أجل تسوية حقوق الدائنين اللي هي قضية بيع الأراضي. وكان في هناك أصلا في يعني اتفاقيات ما بين النقابة وما بين شركة لافارش، لكن يعني بمجرد قلم رحت أنت مسكت كل الاتفاقيات اللي صارت كانت سابقة، وكان في وجه يعني شو كان المخاطبات ما بين النقابة السابقة. يا ريت تطلعنا على هاي الحيثية لأنها مهمة جدا، مسألة عمال اسمنت الفحيص يعني ما بيكفي كل الظلم الواقع على أهالي الفحيص وعلى عمال المصنع كمان، يا ريت بغيت تتنبسوه بالتفاصيل. يعني أنا بدي شو قصة توقيع الفناصة على الموضوع؟ لا شو خليني هلا بالنسبة للناس اللي عم بتتابعنا على الفيسبوك يا جماعة، مصنع الإسمنت لافارج اللي في الفحيص طبعا تعرض لإعصار وأخذ قرار بالإعصار، وفي لجنة دائنين بتجتمع مع الجهات ذات الصلة وبياخذوا قرارات. ويمكن واحدة من السلبيات الرئيسية في موضوع قانون الإعصار، القانون جيد، قانون الإعصار اللي صدر 2018 جيد في الكثير من جوانبه، في نقاط مضيئة، ولكن واحدة من السلبيات الموجودة في القانون إنه حقوق العاملين فيه لم تعطى أولوية مثلها مثل الديون الأخرى، يعني لم تحصل على مرتبة الديون الممتازة، مع إنه في قانون العمل حقوق العاملين في أي مؤسسة أو منشأة تحصل على مرتبة الديون الممتازة. فإحنا ما بنعرف بالضبط كيف تم التعامل مع هذه الجدلية لأنها مش منصوص عليها بهذا الشكل في قانون الإعصار، فيبدو أن هذا اللي أنت بتحكي فيه بجوز الآن. يعني خلينا نعرف شو القصة. هم وكان يعني اجتماعهم كان المفروض رئيس النقابة السابق يعني في كتب كان موجهها للمحكمة حقوق العمالية، أنه إحنا سبق أنه وقعنا مع شركة لافارج عن قضايا عمالية والحكومة والمحكمة أقرت بهذه. للأسف حضر الاجتماع يعني هنا شركة مناجم وتهاد النقابة العامة للعاملين في المناجم والتعدين كان اسمها هيك سابقا، أضافوا لها كلمة الاسم يعني بمعنى آخر نقلوا، أنا شفت لتسهيل إنه بمعنى آخر أن يكون واحد آخر غير النقابة العامة، لأن هي اللي كانت ملتزمة بحقوق العاملين وكانت مخاطبة المحكمة، ولكن للأسف الشديد يعني هي يعني ارتفاق على قرارات النقابة. بالضبط ارتفاق على كل قرارات النقابة وحقهم، وشو وقعوا اتفاقيات مع لافارش معنا بعض من أجل يعني للأسف الشديد يعني هذا جزء من القضايا اللي فيها ارتفاق. تشعر إنه الحكومة بتشتغل لأصحاب العمل، يعني بدل ما تكون وزارة العمل يعني هي اللي العلاقة اللي بتحفظ العلاقة المتوازنة بين العمال وأصحاب العمل، للأسف الشديد تشعر الحكومة قاعدة تأمر على الناس. طيب انت يعني وكانه مش معنيين حتى بالامن المجتمعي الاردني، يعني انت طيب هذول حقوق عماليه انت، وبعدين لافارج بغض النظر في لافارج مش شركه سهله، يعني شركه يعني فرنسيه مش شركه سهله، يعني هذا الحقوق ممكن يعني تعطيها وتحافظ عليها وتعطيها للعمال بشكل طبيعي جدا، لكن للاسف الشديد يعني هذا جزء من الالتفاف على حقوق العمال. شكرا جزيلا. خليني بس اكمل شيء بسيط عن الموضوع هذا، لا بس نخلص بس يخلص مداخلته ومداخلاتكم، يعني سجلوا ملاحظاتكم بدي وجه السؤال. بس قبل ما انهي بس بدي احكي وفرقات يعني بمعنى اخر ما بين القرار التصنيف المهني الحالي وما بين قانون النقابات اللي هو من 35 لسنه 53، يعني احنا بنحكي عن بالقرن الماضي، انه اجاز قانون النقابات العمال بال 53 اللي هو الماده 5 لاي 7 اعضاء او اكثر من اي نقابه اللي مسجلوا النقابه سواء على صعيد المهني او على صعيد المؤسسه، هذا للاسف الشديد مش موجود، يعني تراجعنا عنه جزء معظمها تشكلت حتى الاتحاد العام تشكل في نقابات يعني عمليا ما بين على صعيد المؤسسه وعلى صعيد المهني، يعني الان انت بتشترط مش بس على صعيد من القطاعات الاقتصاديه اللي كلياتها بتلف حوالي بعضها، يعني
يعني انت اشترطت انه يروحوا على قطاعات اقتصاديه بتلفوا حوالي بعضها البعض، وهذا الحكي منافي لكل المعايير الدوليه. الان انا بدي احكي في موضوع التوصيه تحديث القطاع العام في موضوع الغاء وزاره العام. اولا ولا واحد فينا من موجودين ضد التحديث، ما تحديد، لكن احنا جزء كبير من تاريخ يعني من 1999 كنا نشكل لجنه ورا لجنه ورا لجنه من اجل التحديد، ولكن كلياتنا كلها يعني نفشل في هذا الجانب. وحاولنا بسنه ما بعرفش 2012 هيا الدكتوره معناته بتعرف في 2014 طلع قانون رقم 17 من اجل اعاده هيكله مؤسسات الدوائر الحكوميه. هذا للاسف الشديد جزء من هذا القانون، جزء من يعني كان اعطى بالقانون من اجل الغاء بعض المؤسسات. حتى هذه اللحظه بعض المؤسسات لا زالت على راس عملها وشغاله. انت الاصل اذا انت معني وبال 2014 طلعت قانون المفروض تلتزم بالقانون اللي طلعته، لكن اول مؤسسه الغوها راحوا على مؤسسه سلطه المصادر الطبيعيه اللي تاريخيا هي موجوده من ستينيات القرن الماضي، وهي سلطه المصادر الطبيعيه المعنيه بملك المعلومات الثروه يعني ثروه الاردن كلياتها، راحوا الغوها ودوها لوزاره الطاقه والهيئه تنظيم قطاع، صارت كانت اول شيء هيئه تنظيم قطاع الكهرباء، صارت هيئه تنظيم قطاع الطاقه والمعادن. والغوا بينما لسه في مؤسسات كان المفروض تلغى بالقانون حتى هذه اللحظه موجوده في العمل. طيب عندنا لو بدنا انا بشرحها بس راح اتوقف عند وزاره العمل، يعني لما تكون التوصيه بالغاء وزاره النقل، الغاء وزاره النقل دمجها مع وزاره الاشغال، طيب احنا عندنا وكانه قطاع النقل عندنا اللي هو اهم قطاع حيوي في الدوله وبنحكي عن عصب الاقتصاد، رحنا الغيناه وبدنا ندمجها مع وزاره الاشغال، بينما عندنا مؤسسات المفروض مؤسسات مستقله تابع على وزارة النقل هي اللي تندمج وتلغى وتروح تلتحق بوزارة النقل حتى تنظم قطاع النقل اللي عندنا فيه مشكلة. حتى هذه اللحظة للأسف الشديد يعني راحوا في توصية لوزارة دمج وزارة النقل مع وزارة الأشغال اللي هي يعني هيئة تنظيم قطاع النقل البري وتنظيم الطيران المدني، الهيئة البحرية الأردنية، مؤسسة خطة إنجاز، إدارة الرصاد الجوية. إدارة الرصاد صحيح تابعة للوزارة، طيب هلا لما تروح على الأشغال كيف بدها تصير وضعها؟ نفس الشيء دمج وزارتي التربيه والتعليم، طيب احنا ما سبق وجربنا هاي القصه، يعني سبق وجربنا ماشي صار في دمج اكثر من مره، مش بس احنا في دول ايضا في المنطقه جربت تدمج الحكومية حكومي مش دمجوها مع العطاء مع وزاره الاشغال وما كملوا سنتين هاي حلوها رجعوا. هلا بنحكي بدي احكي عن الدمج تاعت وزاره العمل. وزاره العمل عمليا كان اسمها سابقا قبل ما تصير وزاره العمل كان اسمها وزارة الشؤون الاجتماعية، وزارة الشؤون الاجتماعية بعام 1951 تأسست. وكان هناك في قسم للعمال بتابع كل القضايا العمالية، وزارة الشؤون الاجتماعية. لما صار عندنا في أول قانون رقم 21 لسنة 1960 صار عندنا في مديرية عمل داخل وزارة الشؤون الاجتماعية، وصار اسمها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل. طيب لما تأسست الوزارة شو المهمات المهام الوزارة؟ الإشراف على شؤون العمل والعمال، رعاية العمال، تنظيم سوق العمل، قضايا النقابات العمالية، كل القضايا هاي، حل الخلافات العمالية، كل هذه القضايا من مهام وزارة العمل. طيب أنت لما تروحي تأخذ الحكومة قرار بأول شيء أعطي جزء من مهامات مش واضح شؤون المهمات، بدك تروحي على تعطيها جزء لوزارة الصناعة والتجارة. وعلما انها تتحدث وزاره الصناعه والتجاره هي معنيه تماما برؤوس الاموال اصحاب العمل، يعني مش بالعمال، يعني انت وكانك بتنحاز مباشره لاصحاب العمل، وجزء منها بدك تعطيها لوزاره الداخليه، وجزء ثالث بدك تعطيه لوزاره التربيه، يعني وكانك بدك تضيع كل تفرق هذا الهم العام كل القضايا اللي تهم القوى العامله والعمال الى تشتت، يعني طيحها بين القبائل كلها، يعني ثلاث وزارات مش وزاره واحده، ثلاث وزارات. قلت لهم انا كنت اضربها واحكي مثال، اذا احنا عندنا مشكله بدنا نفتح شارع، اذا رحت على البلديه بيقولوا لك يا عمي شارع هذا ما لي علاقه، هذا وزاره الاشغال. بتروح على وزاره الاشغال بيقول لك انا ما لي علاقه، هذا البلديه. بضيع الطاس، المواطن بضيع بالطابق كلياته، وما بنفتح الشارع لانه في يعني تضارب
بمعنى آخر صلاحيات. صاروا رجعوك على وزارة الزراعة. ازدواجية. الزراعي. فما بالك إنك كل الشأن العام اللي في وزارة العمل رحت بدك توزعه لثلاث وزارات حقيقية، وزارة سيادية لها علاقة يعني بالأمن المجتمعي الأردني. أنت كيف بتفكر بهذه العقلية؟ وفيش دولة في العالم على فكرة، فيش دولة في العالم ما فيهاش وزارة إلا إحنا بدنا نجتهد على دور يعني حكومة مشروع الخصام. أنا سميت الموظفين من درجة العاشرة، يعني لأنه مش لأنه دليل هم بلا رؤية، يعني فيش واحد عاقل بفكر انه يلغي، يعني لما تلغي سواء وزاره العمل وتوزعها على ثلاث وزارات او بدك وزاره النقل او ما في عندهم رؤيه استراتيجيه، دليل انه فعلا حتى موظفين درجه عاشره كثير عليهم للاسف الشديد يعني بها في هذا. يعني بس بدي اعمل مداخله صغيره على هاي القصه. الشارع الاردني كان يطالب باعاده الهيكل، ولكن ما كان بيطالب بدمج الوزارات، كان يطالب بدمج الهيئات المستقلة مع الوزارات. يعني الهيئة المستقلة اللي بتلعب نفس الدور اللي بتلعب الوزارة تندمج مع الوزارة في كيان واحد. إنما ما كان يطالب بأنك تمسك حقائب كبيرة مثل حقيبة التعليم العالي وتحطها مع التربية. طب ما هو وزير التعليم العالي يلا قادر يعمل شغله، كمان تدمج الوزارتين مع بعض، علما بأنه مش بالضرورة يكون في انسجام وتكامل ما بين السياستين. وبعدين لما انت بكون عندك حقيبة كبيرة جدا وتنوء تحت ثقل الحقيبة، يعني التربية كنت اسمع وزراء التربية يحكوا والله بدنا 6 أمناء عاملين مساعدين للتربية الله عشان نعرف ندير التربية، فما بالك لما بتروح مع التعليم العالي، فما بالك لما بتمسك وزارة مهمة جدا مثل وزارة العمل مسؤولة عن تشغيل الناس ووضع السياسات. واحنا اليوم البطالة اكبر مشكلة عندنا بالمجتمع الاردني، تمسكها وتوزع مهامها واختصاصاتها على عدد من الوزارات. طيب بدك تلوم مين وبدك تحاسب مين؟ وشو بده يعمل مجلس النواب عشان يتبع وراء هذه المهام التي ضاعت وتفرقت على رأيه تفرق دمها بين القبائل؟ لا حقيقة قصة التوصيات اللي طلعت فيها اللجنة في موضوع التطوير الإداري أو التحديث الإداري بصراحة شديدة من وجهة نظر الكثيرين في الشارع الأردني مأساوية. تفضل. يعني حتى هم في الخطة اللي طلعوها حاطين مكونات تحديث القطاع العام، يعني انا بدي اوقف بس عند الخدمات الحكوميه ورسم السياسات. لما بتحكي الخدمات الحكوميه تقديم خدمات حكوميه يسهل الوصول اليها وبجوده عاليه، طيب انا كيف لما تكون قضيه عماليه وين اروح؟ وين بمعنى اخر يسهل الوصول اليها؟ يعني معناته بدي اروح على وزاره الصناعه ولا بدي اروح على وزاره الداخليه ولا بدي اروح على وزاره التربيه؟ هذا بالحكي معناته انت ناقضت حالك حتى في المكونات اللي انت حاطه مكونات في التحديث يعني ولا رسم السياسات. طيب لانك احنا بنقول في عنا مشكله بطاله، احنا بدنا نقول بدنا ننظم سوق العمل، وين يعني كيف بدنا ننظم سوق العمل وعند مين وزير الصناعه؟ انا قلت لهم بعد اللقاءات اللي قلت لهم اذا وزاره الصناعه والتجاره فشلت في تحديد او تحديد سعر النتافات تاعت الدجاج، فبدخل تنظم سوق العمل يعني وزاره الصناعه والتجاره. للاسف الشديد هذا يعني هم حتى الانش اللي حطوه من اجل العمل برزنتيشن يعني ويعرضوها للناس، للاسف الشديد حتى هم ما التزموا فيها ولا هي المكونات ملتزمين فيها. يعني هذا مشكلتنا في الدول الاردنيه، اولا يعني لا في رؤيه ولا في استراتيجيه لاي قضيه قاعده تنطرح، ونقول لك احنا رايحين وين الله اعلم ولوين رايحين. شكرا مهندس عزام الصادي. بدنا ننقل الان الميكروفون لعند نبدا من عندك استاذ احمد ولا من عند مين فيكم بيحب يجيب الاول؟ من عندك؟ طيب خلينا ننقل الميكروفون للاستاذ احمد مراغه رئيس نقابه عمال الصناعات الدوائيه المستقله، ونشوف طبعا هم كمان يعني نالهم من الحب جانب في هذا التخصص وراحوا كمان التحقوا بغيرهم، فخلينا نشوف شو تعليقهم على هذا الموضوع. تفضل. شكرا. شغل بس المايك. شكرا لذلك هذا الموضوع الهام والحساس الذي اعتقد انه يهم اكثر من حوالي 2.5 مليون عامل في هذا الوقت. هاي أكبر شريحة اجتماعية موجودة، وبالتالي الحكومة بعقليتها الأمنية ما زالت تستهدف هذه الشريحة بحيث أن تبقى متخلفة بلا وعي غير منظمة، ويعني تعمل بشكل فردي بعيدا عن العمل الجماعي. وبالتالي هذه التعديلات
التي صدرت اليوم أبقت، ما أجت في شيء جديد، أبقت على 17 نقابة من عام من السبعينات، حوالي 5 عقود، وبالتالي أهملت بأنه في نمو طبيعي عادة في أي مجتمع سكانيا واقتصاديا، يعني في منشآت كثيرة بتطلع. في الصناعة الدوائية في 65 كان مصنع واحد، اليوم حوالي 17 مصنع، غير الصناعة البيطرية حوالي 10 أو 15، وتحتوي على عدد من العاملين يتجاوز 8000 عامل. هذا التطور الطبيعي اللي عادة يكتنف في كل مجتمع غير مأخوذ فيه عند الحكومة في هذا التصنيف. أي نقابة قادرة على أن تحيط في هموم حوالي 17 مهنة مختلفة عن بعضها مجمعة في نقابة واحدة. القانون ينص في المادة 44 إنه إذا أي مؤسسة تملك فيها 25 عامل فأكثر ملزمة أن تجتمع مع النقابة مرتين في السنة. العاملين في بس اللي هو رئيسها مازن المعايطة اللي هي التعليم الخاص حوالي 3600 مؤسسة ما بين روضة ومعهد وكلية وجامعة ومدرسة. لو افترضنا بأنه نصهم على الأقل فيهم 25 فأكثر، أين قابل قادر أن تحيط وتجتمع مرتين بحوالي 1500 مؤسسة أو منشأة؟ لهذا أقول بأنه العقلية التي تدير هذا الملف هي عقلية أمنية صفر، وهي تعادي العمل المنظم العمل الجماعي، وضد فكرة أن يكون هناك عمال منظمين على مستوى من الوعي. وبالتالي أنا أعتقد بأن هذا الموضوع موضوع حيوي وحساس، وفكرة النقابات العمالية هي فكرة ضرورة وطنية يجب أن تراعى من كل الأحزاب الناشئة في هذا البلد الموجودة والناشئة. وبالتالي أنا أعتقد لأنه هذا التصنيف لم يأتي بجديد، الاستهدافات بأن تبقى الطبقة العاملة الأردنية طبقة غير منظمة، الحفاظ على النقابات الحالية دون تغيير وهي مستوعبة ويعني مدجنة ولا تفيد أصحاب يعني الطبقة العاملة الأردنية بشيء، وبالتالي تعمل لمصالحها الشخصية. فلذلك الحكومة تحرص من خلال هيك توجه على إنه الواقع الحالي يبقى كما هو، وبالتالي يعني أنا يعني أقول بإنه هاي جميع الأحزاب والمثقفين والإنتلجنسيا الموجودة في البلد يجب أن تنتبه إلى هذه الفئة والشريحة الكبيرة بحيث أن تدعم واقعها، بحيث أن تكون منظمة وفق نقابات عمالية مستقلة ديمقراطية حتى يعني يحصل التغيير في البلد. أنا أعتقد بأنه النقابات العمالية تتصوروا بأنه النقابات المهنية العاملين فيها سواء في الأطباء ما بيعرفوا أي نقابة هم يعني العاملين فيها إلى أي نقابة منتسبين. وبالتالي باختصار شديد أقول بأنه العمال والنقابات العمالية هي يعني ضرورة وطنية وحلقة من حلقات التغيير الاجتماعي والديمقراطي. شكرا جزيلا أستاذ أحمد مراغة. يعني أنا بس بدي أذكر بنص المادة
16 من الدستور. بحب أقرأ لكم النص لأنه النص له دلالة عميقة جدا. والدستور يا جماعة، المشرع الدستوري كل كلمة وكل حرف موجود له دلالة وله غاية، ويختلف كثيرا من دلالة إلى دلالة أخرى. يعني المادة 16 شو بتحكي؟ 16 على 2 للأردنيين، هذا حق. كلمة للأردنيين، لام للأردنيين، حق تأليف الجمعية والنقابة والأحزاب السياسية على أن تكون، لاحظ وين الشرط، على أن تكون غاياتها مشروعة ووسائلها سلمية وذات نظم لا تخالف أحكام الدستور. بمعنى لم يقل مثل في حقوق أخرى موجودة واردة، يمارس الأردنيين حقهم في كذا وكذا ضمن حدود القانون أو ضمن ما ينذره القانون، لا، أعطاهم هذا الحق في تأليف الجمعيات والنقابات والأحزاب بشروط ثلاثة: الغايات، الوسائل، والنظم. إجا في الفقرة اللي وراها شو حكى؟ ينظم القانون، ينظم القانون طريقة تأليف الجمعيات والنقابات والأحزاب السياسية ومراقبة مواردها. يعني دور القانون أن يأتي فقط عشان يحكي لك كيف ستشكل النقابة وكيف سأراقب عليك أنا كدولة على موارد هذه النقابة أو الحزب أو الجمعية، وليس ليقول أنا أمنعك من تأسيس نقابة وأنا صاحب القرار في أن تؤسس نقابة أو لا تؤسس نقابة. ولذلك أنا أعتقد بأنه التعديلات التي طرأت على الفقرة دال من المادة 89 من قانون العمل هي تمس بروح الدستور وتمس بنص الدستور في المادة 16. وأنا يعني مندهشة أنه مجلس النواب ومجلس الأمة بشكل عام أنه مرر هذا التعديل الكبير والخطير هكذا دونما أن يبحثه جدياً ويبحث جدياً في مسألة مخالفته للدستور الأردني. طيب الآن بدنا ننقل الكلام إلى الأستاذ ياسين الزعبي. زايد عفوا، السيد ياسين زايد، مسؤول كتلة الوحدة العمالية، المكتب التنفيذي لنقابة عمال الطباعة المستقلة. تفضل. شكرا دكتورة على هذه الندوة والاهتمام بالقضايا العمالية تحديدا والقضايا النقابية، وهي الشريحة الأكبر في المجتمع والأعظم، وهي الشريحة بدنا نقول الشريحة الشعبية الأكبر. احنا بصدد الآن عن قرار وزير العمل في 1/8 اللي هي حول إعادة النظر وتطبيق تصنيف المهن. استأذن بها نقابة عمال البناء، نتاج دور النقابة العامة في قضية لافار كان دورا ممتازا. ونحن يعني على كل حال نكون متابع لهذه القضية من خلال النقابة. النقابة العامة موقع اتفاق اسمه نظام خاص مع شركة لافار قبل أن تتخصص شركة لافار، يتحقق بموجبها مكتسبات عمالية غير التي تضمنها الضمان الاجتماعي اللي هي ونهاية الخدمة اللي هي مكافأة تصل للعامل تقريبا إلى 40-50 ألف من نظام خاص في النظام. لكن شركة لافارج تقدمت في الأحكام العرفية بموجب قانون الإعصار رقم 40 حول إعصار مع العلم أن المحكمة البداية ردت هذا الإعصار وحولت إلى محكمة التمييز، والنقابة كان موقفها ممتاز، النقابة العامة للعمال. طبعا قانون الإعصار المتعلق بلافار ليس صحيحا، الشركة لا يوجد عندها إعصار. أي واحد طلع على تقرير الخصخصة أن شركة لافار من بيعت الصدر الحكومة الأردنية ربحت في خلال العام 40 مليون اللي هي الحصة اللي اشترطها الحصة الحكم في خلال عام، هم تحت دعوة انه اسعار الاسمان الترجمة. كذلك في تقرير الخصخصة المضاف لمجلس النواب حول شبهات الفساد في خصخصة مصانع الاسمان اشاروا اننا اغفلنا سعر الاراضي. ابسط قواعد المحاسبة هي عقار الاراضي وصول، والتي تدور الآن حول مشكلة حولها مع أهالينا في الفيس.
وهذه مليارة. هلا بدي مش شخصاً، نحن نعرف هؤلاء النقابيين، نعرف رئيس نقابة عمال البناء محمود الخياري، وعلى كل حال يعني بنعرف عمال وبنعرف شو نقابة المناجم. حولت اسمها نقابة المناجم والتعدين والاسم، وهي لتمرير قرار الاسم، وأكاد أن أقول أن هذه كي. النقطة الثانية اللي هي حول نقابة عمال الزراعة، وهي تحجيم الدور الذي تقوم به النقابة المستقلة لعمال الزراعة. النقابات المستقلة العمالية في البلاد نشأت نتاج الهيمنة على الحركة النقابية وتفريغها من مضمونها النقابي منذ عام 96، وهي حتى 93، أنا قلت نقابة 93، وهي الارتداد على الانفراد الديمقراطي. الحريات النقابية مرتبطة بالحريات العامة، بوصل الحريات النقابية هي البوصل التي تدل أن هناك في حريات عامة. النقابة المستقلة لعمال الزراعة قدمت كل الشروط المطلوب منها في قانون العام، وتحديدا المادة التي اعتمد عليها الوزير المادة 98، وهي فقرة ألف التي تنص أيضا المادة 98 فقرة ألف واعتمد على فقرة باء التي تنص أن النقابة تتشكل من 50 عام وعند نظام أساسي بما يتوافق مع القوانين المرعية في البلاد بما يتوافق مع قانون العمل، وطلبات انتساب وثمانين عضو، وقدمت لرئاسة الوزراء وزارة العمل قالوا أنها ترد إلى اللجنة الثلاثية. صحيح أن الذي يشرف على نقابات اللجنة الثلاثية اللي هي وزارة الصناعة والتجارة ومثلي الاتحاد العام ووزير العمل، ألف مرة بعدها أو 20 مرة طلبنا أن تجتمع اللجنة الثلاثية لم تجتمع حتى. هنا عمال الزراعة مش مشمولين بقانون العمل، 12 سنة والناس الطالب عمال الزراعة أن يشتملوا بقانون العمل تحديدا في المادة 3140 اللي اعتمدوا عليها في نظام عمال الزراعة. عمال الزراعة محرومين من الانتساب للضمان الاجتماعي. بدي أحكي مسألة في قوانين الدفاع، قانون الدفاع 24، رغم أن نظام عمال الزراعة نظام عمال مش لا يشملهم قانون عمال الزراعة، نظام عمال شملهم الضمان الاجتماعي، أتاح المجال الأمر الدفاع رقم 24 على مادة 15 على أنه لصاحب العمل ألا يشمل عمال الزراعة بتأمين الشيخوخة وتأمين الأمور وتأمين التعقب عنها يعملوا عليها. إذا في حال شمول عمال الزراعة بقانون العمل ستنسحب عليهم المادة 98 وحقهم بتشكيل نقابة عمالية، النقابة تصبح النقابة رقم 18 حسب التصنيف النهائي. هذا بشكل يعني على كل حال أنا يعني هم نعرف بعض، يعني رئيس الاتحاد مازل معيت أنا سألته قبل 5 سنوات قال فلتضم الزراعيين للغذائي، لا مش صح. بود أن أحكي مثلا كافة التعديلات التي جرت على قانون العمل والتشريعات العملية ستن الضمان الاجتماعي والنظام الأساسي للاتحاد والنظام الموحد للنقابات تستهدف هدف واحد. حتى قانون العمل 1996 لم يضيف شيئا جديدا سوى الفصل المتعلق بالقضايا العمالية وهي التضييق على الحريات النقابية. صحيح أن في 96 كيف قانون العمل مع قانون الضمان الاجتماعي فقط، وأحال تأميم الأمومة من صاحب العمل إلى الضمان الاجتماعي تحت عنوان أنه مشاركة. طيب ليش التضييق؟ ليش هذا التضييق على الحركة العمالية؟ أولا في تطور اقتصادي في الأردن، الصناعة الإنتاجية وصناعة الإنشاءات والخدمات والمصارف، نتاج لذلك جرى تحسن على وضع الطبقة العامة. أول شيء من حيث التعداد كانت في نهاية 80 يعني حوالي 800,000، في نهاية 90 حوالي 1,000,000 منتظمين في الضمان الاجتماعي، 1,200,000. قانون تصنيف المهن أو عفوا قبل 96 أنا كنت نقابي في سنة 93
كنت في العضو في المجلس المركزي وعضو مكتب تنفيذي في الاتحاد له. وضع نظام أساسي طبعاً بعد من التضييق على الانفرادي الديمقراطي وانتهت الحرية الديمقراطية توقيع وادي عربي. جابوا نظام موحد للمقاولين حتى بعد قانون بعد صدور قانون التصنيف المهني سنة 96 لم يستطيع الهيمنة على النقابات. ليه؟ النقابات لأن هناك نقابيين أقوياء وطنيين ملتزمين تجاه الطبقة العاملة، وهذا يسجل في تاريخ الأردن. راحوا شكلوا فروع ولجان نقابية لها الأحقية بالمفاوضات الجماعية والدفاع عن القضايا المطلوبية للعمال. هلأ اجوا عملوا النظام الموحد للنقابات وحصروا التفاوض العمالي في المكتب التنفيذي. لكن بعد الحراكات العربية بعد 2012 والتي في هذه الفترة العمال عمال الأردن قبل 2012 كانوا محكومين بموجب قانون الاجتماعات العامة. وبتتذكروا قانون الاجتماعات العامة قتلوا عمال في العقار وسجنوا عمال أيضا لأنه كان مسروق عنهم قانون الاجتماعات العامة. لكن الحراكات العربية بعد 2012 شاهدت الكم الاحتجاجات والإضرابات العمال. أمام ذلك كبديلا عن النقابات المنضوية في الاتحاد بدأوا العمال يشكلوا لجان نقابية وطلبوا قضايا المطلوب في قانون العمل مادة 2 بتكون في النزاعات العمالية حق 70 عامل بفوضوا 10 عمال مفوضين عنا بالمفاوضة. في التعديلات على قانون العمل لاحظوها كل شيء بلاحظوا بعد يعني لاحظوها حرموا العمال بالمادة 2 عدلوا في المادة 2 2018 أنه لا يجوز التفاوض للعمال في النزاعات العمالية إلا عبر نقابات النقابات المسيطرة عليها. وعدلوا المادة 43 إلا تجتمع النقابات اجتماعا دوليا اجتماع دولي يعني كل سنة. وأعطت للوزير حق المادة 44 بحق حل النقابة. برضو التعديلات اللي جرت على المادة 12 المادة 11 في قانون العمل تحت شعار العمال الزراعيين هي حماية العمالة الوافدة. يعني قبل ما تحمي العمالة الوافدة على رأسنا من فوق كلنا عمال. لكن أيضا في المادة 3 من المادة 140 من اللي تحرم عمال الزراعة من الشمول بقانون العمل وبعدين بتعدل بقية المواد. الأردن وقع حول الاتفاقية الدولية. أنا أكثر الناس لا يؤمن بالحديث عن بالاتفاقية الدولية. الأستاذ عزام أشار أن النقابات العمالية تشكلت سنة 53 الاتحاد العام 54 حققت العديد من المكتسبات العمالية حققها النقابات قبل صدور شيء اسمه قانون العمل. في سنة 61 كونت كافة المكتسبات العمالية في قانون اللي يحقق العمل 8 ساعات، الإجازة الأسبوعية، الإجازة السنوية، الإجازة المرضية. هذا كان صاحب العمل ممكن شكلك 20 ساعة. لكن الذي حققها النقابة مش على اتفاقية الدولية. بدل المكتسبات العمالية من 2006 إلى 96 أن تؤخذ بعين الاعتبار الأرض. طب أنا واحد من الناس بقول اتفاقيات الدولية إذا العمال نفسهم ما بضاقوا ما بتلتزمش لا الأردن ولا غير الأردن باتفاقية الدولية. يعني الأردن وقع على اتفاقية العمل الدولية 87 تضمن حرية العمل النقابي، والاتفاقية الدولية 154 صدر سنة 81 بحق للعامل أن يفاوض، بحق للعامل تلزم صاحب العمل بحق العامل بالتفاوض على شروط العمل. أنا يعني أطلت عليكم بس بتحكي حول دمج الوزارة هذا وصير حق السياسي وليس حديث نقابي وسياسي تحديدا وزارة العمل تحديدا كيف الله بدك تتبع بعض خصوصات وزارة العمل لوزارة الداخلية العمال الوافدة ماشي عامل وافد ارتكب جريمة تحكم فيها وزارة الداخلية لكن ما تعرف قديش احنا بحاجة لعمال وافد شو المهنة اللي بحاجة لعمال وافد. هاي نوع اثنين او اخطر وهذه كتبنا عنها انك تيجي مجلس اداره الضمان يتبع وزاره الصناعه والتجاره. شو دخل الحكومه وحتى الدوله في الضمان؟
الضمان الاجتماعي هذا أموال عمالية بامتياز، لا بأخذ من الموازنة العام ولا يكون دخل في الموازنة الدولة. كيف تكتف أنت تتبعها لإحدى الوزارة؟ بعدين هذه المسألة الشائعة، هاي احنا حكينا عن خصخصة الخصخصة، كيف بدك ترجع كده؟ كيف بدك ترجع بناء دولة القطاع العام، تعزيز القطاع العام كما بحكي رئيس الوزراء، تعزيز القطاع العام وان تبيع كل مؤسسات القطاع العام من الفوسفات والبوتاس والاسمنت والكهرباء وخصخصة القطاع العام بده مؤسسات قطاع الوحدات المستقلة اللي حكت عنها الدكتور. الأولى أن تدمج الوحدات المستقلة التي تستلزم كل سنة لا يقل عن 30 مليار من الموازنة العامة، وراتب أي واحد فيهم، أي واحد راتبه تابعه قلنا أقارب أصدقاء، أي واحد راتبه 10 أضعاف رواتب راتب الموظف. شكرا شكرا، معلش بس نرجع لنا، شكرا جزيلا. يعني بس تنويه، الوحدات المستقلة بتستهلك ما يقرب من 1.5 مليار تقريبا، يعني أحيانا بتطلع شوي أحيانا بتنزل شوي، يعني بهذه الحدود متوسط ميزانيتها من أصل الموازنة العامة اللي هي تقريبا 11 مليار تستهلك 1.5 مليار. وطبعا الهيئات المستقلة جزء منها يربح وجزء منها يخسر وجزء متعادل، وكان الأولى مثل ما حكينا في البداية الأولى أن ينظر في دمج هذه الهيئات التي تحمل نفس الغايات والوظائف والأهداف مع الوزارات التي تنتمي إليها، مش نيجي على وزارة استراتيجية مهمة مثل وزارة العمل ونفكفكها. يعني فكفكت وزارة العمل بصراحة هي نكبة جديدة تحل بالدولة الأردنية، إن حصلت إن شاء الله إنها ما تحصل، وإن شاء الله إنه يكون في يعني مجلس النواب وقفة بهذا الكلام. هي نكبة جديدة تضاف إلى سلسلة النكبات التي نبتلى بها في هذا الوطن جراء وجود بعض الأشخاص الذين لا يتمتعون بالخبرة والدراية الكافية. طيب الآن بدنا نفتح باب الحوار مع الموجودين، وبدنا نطرح سؤال مناقض لسؤالكم عشان نسمع وجهة نظر أخرى. يعني قد يكون لوزير العمل مبرر مثلا في إلحاق النقابات التي تنتمي إلى نشاطات اقتصادية متشابهة في طبيعتها بأن تلتحق وتصبح جزءا من نقابة واحدة كبيرة فيها أعضاء أكبر، لها موارد مالية أكبر، لها سلطة وقدرة أكبر. يعني قد لا يكون هذا القرار سلبيا بالكامل، قد يكون له بعض الإيجابيات أو بعض المسوغات. وعلى هذا الأساس بدنا نسمع وجهة نظر المهندس زهير الصادق، وهو زهير خبير الصادق وهو خبير بترول كما تعرفون، وله وجهة نظر في مسألة لماذا ألحق عمال الإسمنت بنقابة المناجم والتعدين. خلينا نشوف، تفضل مهندس. مساء الخير للجميع أخوان. هنا طبعا ما عندي خبرة بالنقابات والعمال، ولكن ذكرت هنا أن الإسمنت أضافوها إلى نقابة التعديل والمناجم. المعروف أنا بدي أوضح من ناحية علمية، طبعا المعروف أن صخور الكرة الأرضية كلها 99% من الكرة الأرضية صخور، والصخور هي عبارة تعريفة عن مجموعة معادن، ومصدر السمنت هو الصخور، وبالتالي ربما أضاف السمنت إلى المناجم والتعديل لأنه هي مصدرها من الصخور، والصخور هي مجموعة معادن. هلا مثلا بالصخر الزيتي عندنا سمنت أبيض وعندنا سمنت رمادي. السمنت الأبيض بيعملوه من الحجر الجيري، والحجر الجيري بالإنجليزي اسمه لايمستون، وهو في مجموعة معادن كالسيوم وكربونات وإلى آخره. وبالتالي وفي الإسمنت الرمادي ومن الشيل اللي هو حجر السجيل، ولما نعمله وانا بدأوا في الصخر الزيتي كان يتكون رماد، والرماد كان دخله في صناعة السمنت، والرماد هو نتيجة المعادن التي تحللت نتيجة طحن أو سحق هاي الصخور لحجر الجيري والسجيل. ربما أضافوها لأنها تنتمي إلى مصادرها اللي هو المعادن من الصخور.
هذا بالله وربه شكر. تمام، يعني قد يكون هذا أحد المسوغات، ولكن هذا لا ينفي وجود حاجة دائمة لوجود نقابات. دكتور أنور الكفاش الخبير الاقتصادي، تفضل. مساء الخير وشكرا للدعوة. أنا في البداية بدي أعقب على موضوع ربط تغيير أو دمج نقابة مال الإسمنت بأنه يلغي حقوقهم في حالة الإعصاب. طبعا هذا غير صحيح، ولا ليس من صلاحية وزير العمل ولا من رئيس الوزراء ولا من أعلى سلطة في الدولة، لأنه القانون في أن إحنا قانونيين، قانون تصفية الشركات يكون تصفية إجبارية واختيارية، وكذلك قانون الإعصار الجديد تعتبر الحقوق العمالية هي من الدين الممتاز وتدفع قبل الدين العام. يعني عندما يتم تصفية وبيع ممتلكات أي مؤسسة أو أي شركة، الأولوية تدفع للعمال الحقوق العمالية الدرجة كدين ممتاز، بعد ذلك الدين العام. يعني إذا في التزامات للحكومة لهذه المؤسسة ولا يجوز استثناءها، ولا يوجد أي صلاحية لوزير العمل. وزير العمل ما له علاقة بهذا الموضوع، هو تحت لا هو مش الوزير، هذه لجنة قضائية. نعم، القضاء اللي بينظر في في طور الإعصار. لا ما بحق لهم، القضاء يمنح الشركة أنها تكون ضمن حدود الإعصار. عندما تكون في حدود الإعصار لا يجوز التعامل أو عمل تسويات مع الحقوق العمالية والحقوق الدائنية والمدينية. هي تعطي بالأمريكان في القانون الأمريكي يسموها Chapter 11، اللي تعطي حق حماية المؤسسة من الدائنين لأجل استمرار وتصويب أعمال المؤسسة. في الجانب الثاني الآن هو يوجد في قانون تصفية الشركات. تصفية الشركات سواء كان إجباري أو اختياري، الحقوق العمالية مصاني وهي دين ممتاز تدفع أولا، بعد ذلك يتم دفع الدين الحكومي، والديون الأخرى يتم التفاوض عليها من المصف. سؤال دكتور، هي لافارج هل تم تصفيتها تحت قانون الشركات أم أعسرت بموجب قانون الإعصار؟ لا، هذا هو السؤال. لافارج كانت تحت التصفية، تحت التصفية بموجب فيها في ما في إلا قانون الشركات. لا، هو عندنا قانونين الآن. لا، هم في عندك قانون الشركات، في عندك تصفية إجبارية أو اختيارية، والآن الإعصار. الإعصار تحت مبدأ حماية الشركة من الدائنين. يعني هو الفهم والمضمون لقانون الإعصار هي حماية الشركة من الدائنين بهدف إعادة تصويب أوضاعها لكي تذهب إلى العمل، إنها بدها تعيد، وهذا لصالح العاملين، هذا لصالح العاملين في حال نجاح هذه الشركة. ولكن هناك قد تكون تدخلات سياسية لكون شركة لافارج، أنا ضده ومع تطبيق المعايير كاملة على الجميع. ولكن في الموضوع الآخر اللي تكلمت فيه اللي هو الإصلاح الإداري، عندنا مشكلة إحنا حقيقية في مسألة الإصلاح الإداري، ليس بالشكل فقط الذي تم تقديمه من الحكومة، لا زالت المشكلة الحقيقية قائمة، لأنه الدعوة اللي أنا بدعو إلها اللي هو شمول اعتماد ضوابط الحوكمة ومعايير الانضباط المؤسسي على جميع المؤسسات الحكومية والمؤسسات الخاصة. ما أقصد بالتفصيل، المؤسسات والهيئات المستقلة يجب أن يكون هناك
ضوابط لعملها وتكون خاضعة لقانون الخدمة المدنية وكذلك الرقابة من رقابة الديوان المحاسبي وإخضاع القانون وهي خارج القانون. هناك دكتورة بندين آخرين خارج القانون اللي هو ما يسمى مفوض الحكومة، وأنا كاتب مقالة في هذا الموضوع بكرة ستنشر بالتفصيل. مفوض الحكومة مثلا هيئة الأوراق المالية في مفوضين حكومي يديروا الهيئة، مفوضين حكومي سلطة العقبة والسلطات التنموية يديرها مفوض حكومي. وهناك كثير من الفشل المالي، الفشل المالي، فمن يراقب أعماله؟ يعني إحنا أنا بطالب إنه يتم تقنين وينعمل ضوابط للحوكمة وضوابط للعمل المؤسسي ليكونوا تحت القانون، هم خارج القانون. الحكومة إذا قصر مفوضها لا تشكي، الحكومة ما بتشكي الحكومة. فيجب تغيير اسم المسمى ويكون عضو هيئة إدارية أو عضو مجلس إدارة ويكون تحت القانون. هذه نقطة في غاية الأهمية وأنا كاتب مقالة في الموضوع وبكرة تنشر. فيما يخص ما سمعته بالنسبة لما قدم وزير الأمن، بصراحة ما سمعت فيه أسباب موجبة للقيام بهذا الأمر، والأهم من هذا المسؤولية على النقابات العمالية وعلى من يمثل العمال في توحيد الموقف. يعني أنا ما سمعت في أن عدة نقابات عمالية، وأنا نقابي كنا نشتغل من النقابات المهنية، يعني للأسف مثلا أنا كنت مقرر أو اللجنة الثقافية، كنا لما ندعو لاجتماع من أعضاء يجوا اثنين ولا ثلاثة، أنا واحد أو اثنين. يعني كمان احنا مشكلة العمل العام كله مقصرين في الدفاع عن حقوقنا وتشكيل عمل منظم منهجي اللي يجمع الكل تحت سقف واحد. وانا بعتبر المشاكل التي تمر فيها الاردن الاقتصادية والسياسية والاجتماعية هي مسؤولية وطنية وليست مسؤولية الحكومة. إذا بمعنى إذا أنتوا كنقابيين وممثلين عمال ما قدمتوا قصتكم وروايتكم وأهدافكم كما يجب، ما تتوقع من وزير زي وزير العمل يعني اللي ما له دعوة باللي قاعد بيحصل. يعني هو يعني سمعته ما في ده، لو ما عمله شو حصل، وإذا عمله شو حصل. يعني أولويات العمل الحكومي عندنا مشكلات في العمل. يعني خلينا نيجي نقول بعد جائحة كورونا لو أنا مسؤول، لا أنا الآن أحس بالمسؤولية كمفكر وكاتب، مرات ما بنام وأنا بشتغل وبعمل بحث وكذا. لو كنت مسؤول حكومي والله أبصر شو بصير فيه. يعني كيف أنت بعد جائحة كورونا تطلع عندنا موازنات دولة وأولويات حكومي لم لغاية الآن تقدم خطة حقيقية وواقعية لمعالجة هذه الأزمة، بمعنى تقديم خطة ومعونات للتعافي الاقتصادي والمالي. المشكلة اللي موجودة الأخوان اللي ماسكين الحكومة لم ينتقلوا إلى مركز الفعل ولا حتى لمركز التفكير. فهناك مشكلة حكومية هيكلية بالموجبات لقيام هذه الحكومة. يعني تمام، احنا متفقين انها حكومة تصريف اعمال وليست حكومة. طيب شكرا جزيلا دكتور. دكتور محمود الدويري استاذ السياحة، وخليني اخبرك انه في القرار اللي احنا بنناقشه اليوم تم دمج الكثير من نقابات العاملين في جزء كبير من مما يسمى بالخدمات تحت مظلة واحدة فقط، يعني حطوا الفنادق والمطاعم مع الملاهي ودور السينما مع صالونات الشعر مع صالونات الشعر مع شو اسمه ايش كمان مع الاي تي مع
كلهم حطوهم كلهم في نقابة واحدة بموجب القرار الجديد للوزير. شكرا يا دكتورة. يعني قاعدين بيقولوا انه عاملين في السياحة وعاملين في فلان اصلا ما فيش نقابة. لا لا عم نحكي كل الخدمات كل الخدمات حطوهم في قطاع واحد. يلا يعطيكم العافية. خلينا بس نسفلاي وراحي. هيك دي فوق نطلع شو على الواقع تبعك. نطلع على الواقع. قالوا بريك داون بتصير مصحة. مصحة حقيقية. لما حكومة تحط رأسها رأس شعب وتبلش تطاحن فيه. انت موجود عشان تساعد مش عشان تطحنني. أنا طحون الخلية للأسف لأن الحكومة ضعيفة مرعوبة فاشلة. لما تكون ضعيفة بدها قطاع مقابلها ما يكون قوي يكسرها. مش بنكسر حدا بس هم قاعدين بكسروا حالهم بكسروا الناس وللأسف من ضعفهم. هي حكومة قاعدة تفكر تلغي وزارة عمل هي وزارة أهم وزارة. كانت في جولة أوروبية قبل شهر ونص على ألمانيا والنمسا وفرنسا وهنغاريا. لما نجتمع مع وزير السياحة صار مش هو ليس وزير سياحة وزير التجارة والسياحة وزارتين في وزارة واحدة اللي كان يجي معاه تستغرب وزير العمل أو وزير العمل لأنه هو قطاع طاحن للعمل وأكثر تير دور في العالم موجود في قطاع السياحة والفندقة لما يجي جميل يلغوا الوزير والوزير لا يعني في نفس الوقت لما بيصير اجتماع لمنظمة الأعمال الدولية مين بده يروح وزير الداخلية يروح معه مسدس يعني الشيء مسخرة 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 عشان هيك الدولة بتحاول تضعف الناس تضعف النقابات حاولنا قبل فترة عشان نشكل النقابة العاملين في قطاع السياحة وانا حاولت اني ادير الدفة فحاولت ارجع للروتس مين اللي حاول قبلي بهالمحاولة بلاش اعيد اكتشاف العجلة وجدت انه الجمعيات نفسها اشتقت على اللي بدهم يشكلوا معي دكتورة الجمعية تبعت عاملين في قطاع السياحة الجمعية اشتكوا على اللي بدهم يعملوا نقابة وجابوا قرار من الحكومة انه ما بصيرش يصير نقابة يعني هم وقفوا ضد انفسهم بتحريك من الدولة هذا هو اللي قاعد بصير عندنا وللأسف. فيا أستاذ اللي ما حكيت شكرا لك مسؤولية وطنية بس مسؤولية حكومية لا سيدي هي مسؤولية حكومية أولا وآخرا وآخرا لأن المسؤول عن التنمية دائما تحط نمبر 1 المسؤول عن التنمية الحكومة دائما وأبدا لأن هي المالكة القانون باختصار خاصة أن هون بالأردن نفس النوم لا يملك شيء ولا بيقدر شيء هذول معينين موظفين ثاني يوم بروحوهم بقولوا السلام عليكم هاي النقابات قاعدين بتقولوا هو كمان صار حلها بإيد وزير العمل شو النقابة الهاملة عدم مؤاخذة بالتعبير لما يكون فيها من 100-200 ألف بني آدم تزعل من وزير دولة الأوروبية شو هالمسخرة اللي بتصير يعني بالبلد أنا بحكي عن موضوع أنا أعمق من اللي قاعد بنطرح اللي بصير هو مسخرة مش أكثر ولا أقل يعني بهدلوا حالهم وبهدلونا سوونا مش دولة اللي الحكومة قاعد بتخبط كل يوم بقرار قد يكون كله بصير إلهاء عشان الله نجتمع ونجتمع ونجتمع ما ندري شو صار بصير حولنا قاعد بصير حولنا قاعدين من براعه ونشرع بسوق المخازن لا أكثر ولا أقل صار المواطن الأردني أرخص مما تتصور قبل فترة حكيت كلمة اليوم أنا جاي في واحد بحكي معي بقول صار صاير في اعتصام في محل بقول والله في ناس قالوا كلمتك مرور ما بعرفوهوش قلت راح يصير أشرف واحدة يعني هاي بنحكي عن ميزان اقتصادي اجتماعي إذا اختل الميزان الاقتصادي بيختل الميزان الاجتماعي واللي بتظهر آفات مجتمعية اللي بقول لك الحرة تموت ولا تأكل بيديها بقول له خلي يأكل الحكي هذا يشرب عليه يأكل الحكي هذا يشرب عليه بحكيها وأنا غضبان من الداخل وأنا بتحزر كنت بشهر 12 سيفات في دبي شفت شغلات إشي مسخرة إشي مسخرة وروحوا شوفوا الحكومة الهاملة اللي قاعدة ولا مش داري عن حالها اللي بيجينا رئيس حكومة والله العظيم انه لو تحطه رئيس ديوان في وزارة والله ما بمشي اقسم بالله العظيم رئيس حكومة تحطه في وزارة البلديات رئيس ديوان انه مغرق اذهانيهم ودير حكومة هاي الاردن هاي القامات الوطنية هم بتقولي نقابة اي نقابة نروح النقابات ما فيش حدا عنده استعداد يمشي بعمل عام او يشكل نقابة بالنهاية لما يكون قرار تربيتك من وزير ما بسواش اشي او بسوا اشي بغض النظر عن شخصه احنا بنحكي عن نهج من هو يشكل نقابة؟ من هو يمشي بنقابة؟ ولا حدا هذا هو المطلوب يا سيدي هذا هو المطلوب لما يجي يحطوا الدفعات العاملات في الصالونات مع العاملين في البنادق اوكي خدمات بس ما لها بهاي ما بشوفوش شو بصير بالعالم هم ما بصيروا هم بقعدوا يعني بغرفة مظلمة وبسكروا على المسلم وبقعدوا بحشروا وبكتبوا وبقعدوا بحطوا على شرطة فوز الشعب من الشيطان اللي مخطط لها الدولة يعني للأسف احنا المهم نتمنى يكون أحسن دولة احنا اللي بنينا الخليج افضل 50 طبيب في اسبانيا اردنيين افضل 50 اقسم بالله العظيم بشهر 2 طلعت على برشلونه على المنظر معرض الاي تي
اني الموجودين اللي موجودين كان معي واحسن رفايلي فودس كان وزير التجاره والصناعه وكان ناطق الاعلامي باسم الحزب الحاكم البوسوي يقول والله انا ارفع قبعتي للاردنيين احنا قاعدين بتاع شنيه قلت ليش؟ قال يا رجل ما زرناش اي بوث الا غير ريجنال مانجر اردني اردني بالمعظم انت بتحكي لشركه سيسكو لابل لابل اردني اردني طب ليش اللي فشلتوهم هون رحت يا اخي ليش الاعلاميين اللي هون فشلتوهم سويتين من اعلاميات بنات بلاد شارع وفلل من عندك من هون يا اخي موضوع مش موضوع نقاب موضوع اعمق من هيك يا اخوان احنا نمنع الدوله نمنع الدوله وللاسف شكرا معاذ طيب يعني شكرا لكل هذه المداخلات حزب العمال راح يكون له موقف من قصه التوصيات التي خرجت بها الحكومه تجاه موضوع ما يسمى التطوير الإداري أو التحديث الإداري والذي هو من وجهة نظرنا حتى هذه اللحظة نحن لم ندرس الموضوع دراسة معمقة هذه أول جلسة تعقد بهذا الخصوص وسيكون هنالك جلسات أخرى نحن ننظر إليه مبدئيا باعتباره مشروعا لتفكيك الدولة الأردنية وهذه مسألة خطرة للغاية لما بنربط الأمور مع بعضها وبتشوف شو بصير في شركة تشغيل وإدارة الموانئ في العقبة اللي تملك 9 موانئ ونرى أنها أيضاً سيتم تفكيكها وخصخصتها وإعطائها إلى 4 جهات خاصة مختلفة نحن أمام مشروع التفكيك وهذه مسألة خطيرة على اقتصاد الوطن على مستقبل الوطن وسيكون لنا معها وقفات أخرى في حزب العمال بإذن الله شكراً جزيلاً للأستاذ عزام صمادي والأستاذ أحمد براغة والأستاذ يزيد ياسين زايد والجميع المتحدثين الدكتور أنور والدكتور محمود والأستاذ زهير الصادق وإن شاء الله رح يكون لنا لقاءات أخرى أكثر تخصصية في موضوع توصيات لجنة التحديث الإداري شكراً